اهلا بحضراتكم مره تانية كابتن عادل. كابتن عمرو، عايز اخد رايكم في الفقره اللي كانت مع دكتور احمد بيومي على الشكل الاداء لفريق مديما الغاني، وعايز ابدا بالبنيه التحتيه. يعني بيلعبوا الحقيقه الدوري الغاني دوري مش قوي، البنيه التحتيه ضعيفه جدا جدا، شفنا ملاعب متهالكه. ده ممكن يكون مردوده ايه؟ يعني انا كنت بتكلم مع عمرو وكان حكى لي على قصه كده لفيليكس، ان ديت بتكون على فكره بيلاقي اجواء مختلفه، بيخش استاد القاهره او استاد السلام، ملاعب على اعلى مستوى، نجيل على اعلى مستوى. ده ممكن يؤدي مع الحماس مع الاصرار مع انه بيلاعب النادي الاهلي، ممكن ده يزود شويه من الاداء الفني للعيبه لو بنسبه 10%. بس مساحه الملعب هتبقى مشكله بالنسبه له، لان انا بلعب على ملعب بالشكل اللي احنا شفناه ده، ده مركز شباب حاجه كده بعيده قوي، يعني من الحاجات اللي هي مش موجوده عندنا. فطبعا مساحه الملعب بتفرق جدا، لان حتى لو بيلعب بخمسه في مساحه عرض ملعب 70 متر غير ده. انا شايف عرض الملعب يعني حاجه طبعا حاجة ملاعب صعبه جدا، بس هم بيحاولوا يعني حتى على مستوى البرزنتيشن بتاع الفريق، يعني الصوره اللي قدامنا هم بيحاولوا بقدر الامكان انه يظهروا بشكل مناسب، بشكل احترافي. شفنا عندهم تحليل اداء حتى لما بيسافروا زي ما احنا شايفين يونيفورم بلون او بلون الطقم بتاعهم الاصلي. هم بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يعني بيشتغلوا على نفسهم. والحقيقه زي ما اتكلمنا، هو ممكن جدا العمليه دي كلها عمليه تسويقيه لبعض اللاعبين عندهم، اللي يعني كل سنه بيروحوا لمالطا او بيطلعوا لبعض الدول، مش هقول الدول الكبيره في الكوره، لكن عندهم استراتيجيه شغالين عليها. يعني هو طبعا هو نادي استثماري اصلا، هو واضح نادي استثماري، والراجل 2008 راجل مستثمر، فطبعا حته الملابس وكده. لكن البنيه التحتيه كابتن هاني انا شايف انها يعني صعبه طبعا، صعبه جدا حتى في تمرير الكوره. المساحه اللي انا بجري فيها غير لما يكون ملعب قانوني وملعب جيد. الخضة بقى اللي هي ممكن تبقى موجودة، احنا بنشوف معظم الماتشات اللي احنا شفناها مفيش مدرجات تقريبا، الناس واقفة حوالين الملعب، لما بينزل يلاقي 50-60 ألف أو 20 ألف أيا كان العدد. فطبعا دي كلها أمور في صالحنا، وفي نفس الوقت ما هياش ركن نرتكن عليه. صحيح، إن احنا يبقى أدائنا لما لعيبة تشوف المنظر ده يبقى في نوع من انواع الاستهتار. ما اعتقدش ان لعيبتنا عندها الجانب ده، وده اللي انا بتمناه بكره ان شاء الله، ان اللعيبه من اول دقيقه لاخر دقيقه يبقى فيه الاداء اللي احنا دايما منتظرينه من لعيبتنا بعد 5 بطولات الموسم الماضي. صحيح، يبقى نفس البدايه ان شاء الله اللي احنا كنا دايما في بدايات المواسم السابقه. اعتقد كانت الاداء بتاعنا كان مميز جدا، والروح القتاليه عاليه جدا، واعتقد مع الفترة اللي جاية إن شاء الله في اللعيبة تبقى جاية بالمستوى الرائع اللي احنا دايما بنتمناه إن شاء الله. إن شاء الله. عمرو، من خلال رؤيتنا الفنية واضح جدا إنه بيلعب في الخط الخلفي، بيلعب بثلاثة وبيلعب تقريبا بأربعة في نص الملعب، يعني 3-4-3 برأس حربة وحيد يمكن هو أبرزهم، وعنده نسبة تهديفية لا بأس بيها حتى على المستوى المحلي، ثالث هداف الدوري المحلي، على المستوى الأفريقي كمان أحرز 4 أهداف. شفت ده إزاي؟ و مش هقول لك ازاي نكسر الحته دي، ولكن التعامل اللي لازم يكون موجود مع فرقه ما بتحضرش بشكل كويس وبتلعب كور طويله معتمده على الكره الثانيه. بص يا كابتن، هو على الورق بيشتغل من بدايه المباراه 5-4-1، ومع الترحيل بيبقى عنده ثبات 3 لعيبه ويغذي نص الملعب عشان يضيق المساحات. بس 5-4-1 دي لما في الملعب عنده ما ينفع، ما عندوش بالظبط. هو بيلعب اول ما بيحضروا بيدوروا على الطويل عشان يشتغل على جوناثان سوا، هو ده اللعيب الكبير بتاعهم، في وجود كمان لعيب كبير من جنوب افريقيا اللي هو كان من زيمبابوي اللي هو كوادو كواشي، اللي هو 41 مباراه دوليه، يعني لعيب كوره كويس بيلعب من ناحيه الشمال. 41 مباراه واحد دولية. مباراه 41 مباراه دوليه بيشتغل من ناحيه الشمال، هو الجنب الشمال عندهم هو اللي بيعمل الشغل كله، وهو عند الهجوم بيزيد في العمق جنب جوسوان، في نفس الوقت عنده الباك ليفت اللي بيشغل له الجزء الدفاع على اعلى مستوى اللي هو حميدو فاوي. طيب انت بتجيب اسماء فعلا هي موجوده ابرز اللاعبين، وبرده رغم ان احنا شايفين يعني تواضع الفريق شويه، لكن
عندهم لعيبه دوليه كانوا على قائمه منتخب غانا، منتخب غانا من المنتخبات القويه يعني. حميدو اللي انت بتتكلم عليه، حميدو فاتو ده الظهير الشمال، انضم ولعب مباراه دوليه مع منتخب غانا. ده الظهير الايسر جوناسان طبعا المهاجم راح في معسكر غانا بس ما شاركش في مباراه رسميه. يعني الفكره ان هم حتى لو احنا شايفين ان هم الاداء مش كويس، لكن في عناصر مميزه وراحت حتى منتخب غانا، اللي هو كوادي كواتشي ده كابتن الهداف بتاع جنوب افريقيا بتاع سان داونز، اللي هو من زيمبابوي، اللي هو لعب 41 مباراه. ده الجناح ناحيه الشمال وبيزيد جنب جوناسان. عندهم لعيب في نص الملعب بيشتغل في حته معينه اللي هو فوردي جوادو، يعني بيشتغل ان هو اول ما بيحضر بيلعب الطويل زي ما كابتن عادل قال. نقطه مهمه قوي، انا بلعب في مكان مركز شباب غانا، اما هاجي في مصر الملعب والاجواء لازم سيطرت من البدايه، استدعاء الروح بتاعه البطل تبقى من البدايه جون واثنين وثلاثه. يمكن اخطاءه كلها في الاهداف اللي بتيجي في فرقه مدياما في الشوط الاول، بيقيس المباراه من الاول، احراز هدف واثنين وثلاثه. النادي الاهلي خد ديفنس وخد حاجات كتير قوي من بطل اتحاد العاصمه.